بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله متابعينا ومشاهدينا الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله. استعدوا لمفاجآت مثيرة في هذا الفيديو الذي ستشاهدون فيه آخر أخبار محترفين عبر أصقاع المعمورة. سنتحدث عن ركائز المنتخب الوطني على غرار إثنوري وبن ناصر وحتى اللاعبين المحتمل تدعيمهم لكتيبة بيتكوفيتش وعديد المفاجآت، فقط ابقوا معنا. البداية اليوم ستكون من الأوراق الأساسية في تشكيلة بيتكوفيتش وركائز الخضر، ومن البريمير ليج ننطلق، حيث دخل إثنوري كالعادة أساسي في مواجهة نادي أرسنال وعلى ملعب الإمارات، وفاز أرسنال بالمباراة بهدفين سجلهما كاي هافرتز وبوكايو ساكا. أما وولفرهامبتون فكان نصيبه من المباراة ثلاث فرص خطيرة عن طريق ستراند لارسون وماتيوس كونيا وقذفة رايان إثنوري. ووصفت بعض وسائل الإعلام أداء رايان إثنوري بالمخيب، ولكن نحن نخالفهم الرأي تماما، حيث لم يكن أداء الدولي الجزائري مخيبا في مواجهة جبهة يمنى عالمية بقيادة الدولي الإنجليزي بوكايو ساكا الذي تبلغ قيمته التسويقية 140 مليون يورو ويعتبر من أخطر المهاجمين في العالم حاليا. أيضا في الجبهة اليمنى لنادي أرسنال يوجد متوسط الميدان النرويجي المهاري قائد أرسنال مارتن أوديغارد، والجميع لاحظ الموسم الماضي أن وسط الميدان المشكل من القائد مارتن أوديغارد وديكران رايس هو نقطة قوة الأرسنال، مما يعني أن رايان إثنوري كان في مواجهة جبهة يمنى من الطراز العالي لعب 84 دقيقة، كانت له محاولة خطيرة جدا على المرمى جانبت القائم بقليل، تغلب على ساكا في أكثر من مرة، ولا يمكن يعني وبكل صراحة التفوق بكل الكرات في مواجهة لاعب من أمثال ساكا، هذا أمر طبيعي. وبلغة الأرقام وصلت نسبة فوز رايان إثنوري بالصراعات الثنائية إلى 50%، حيث فاز بست كرات من أصل 12 كرة، لكن في المقابل كان فعال جدا في بناء اللعب، حيث بلغت دقة تمريراته في المباراة 95%، وهي نسبة عالية جدا، خاصة وأنه لمس الكرة 62 مرة، وهو يلعب كما قلنا أمام هجوم قوي جدا ووسط ميدان يعتبر من بين الأقوى في البريمير ليج. أما النقطة السلبية في المباراة هو تضييع اللاعب لتسع كرات، وهذا رقم مرتفع، ولكن إذا نظرنا لقوة الجبهة اليمنى لنادي أرسنال والأدوار المعقدة التي يكلف بها هوني لإثنوري، يمكن أن نعتبر أن هذا الرقم سيء ولكن ليس مخيف. ومنح الموقع المتخصص في الإحصائيات سوفاسكور رايان إثنوري علامة حسنة وليست مخيبة كما تم وصفها، وهي 6.5 من 10، يعني اللاعب لم يتحصل على علامة 4 أو علامة 5، يعني تحصل على علامة 6.5 تقريبا 7، هي علامة حسنة وليست مخيبة يعني بكل منطقية وليس تعاطفا مع اللاعب. وعلى غرار باقي اللاعبين في وولفرهامبتون، أين تمكن اثنين فقط من لاعبي وولفرهامبتون تجاوز عتبة 6 نقاط، وأداء إثنوري هو جزء من الفريق، والمردود العام للاعبين أكيد أنه يؤثر على أداء إثنوري الذي قدم حسب رأيي مباراة حسنة وليست مخيبة. وحتى المدرب غاري أونيل قال: أنا فخور بالطريقة التي لعب بها فريقي رغم الخسارة. أما إسماعيل بن ناصر لاعب الميلون فدخل أساسيا أمام تورينو وتعادل فريق ميلون ضد نظيره تورينو بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت في الجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي، واكتفى بن ناصر بلعب 60 دقيقة فقط وقدم مستوى جيد، منح كرة مفتاحية ووصلت نسبة فوزه بالصراعات الثنائية 67%، في حين لم يضيع كرات كثيرة، فقط 5 كرات طيلة 60 دقيقة التي لعبها. أما المراوغات كانت ناجحة بنسبة 100% 3 من 3، وتقييم سوفاسكور منحه 7.1 من 10، وهو تقييم جيد لبن ناصر القلب النابض الخضر. وفي تصريح له المدير العام لنادي ميلون جورجينو فورلاني أثنى كثيرا عن إسماعيل بن ناصر وقال إنه لاعب قوي للغاية وهو جزء من مشروعنا، كما قال أيضا أنه ليس من أسلوبنا دفع اللاعبين للرحيل وطالما هم في الفريق فهم جزء من مشروعنا، مكذبا كل الأخبار والشائعات عن رغبة ميلون في التخلص من بن ناصر
ودفعه للاحتراف في البطولة الخليجية نظرا للقيمة المالية المرتفعة التي سيتحصل عليها الفريق. ولكن في المقابل لم يغلق ملف الرحيل نهائيا، وهذا أمر طبيعي، وقال من يعلم من ما سيجلبه السوق في الأيام المقبلة. أما اللاعب الثالث الذي سنتحدث عنه هو عيسى ماندي، الذي خاض مساء السبت هو الآخر ثاني مباراة رسمية مع نادي ليل والأولى له كأساسي، وانتهت المباراة بفوز نادي ليل بهدفين مقابل صفر على مضيفه فريق رامس، النادي الذي عرف معه عيسى ماندي أزهى فتراته الكروية. واستبدل ماندي في الدقيقة 73 تاركا فريقه ليل متقدما في النتيجة بهدف مقابل لا شيء. لاعب آخر سيكون بنسبة كبيرة في القائمة النهائية لبيتكوفيتش التربص المقبل، وهو محمد فارسي الذي تألق في كأس الدوري وتمكن من الفوز على نيويورك سيتي وزميله بكرار بركلة الترجيح. فبعدما تأخر فريق كولومبوس كرو في الدقيقة الأولى استطاع العودة وعدل النتيجة ليهزم بعدها ضيفه نيويورك سيتي بركلة الترجيح ويتأهل لدور الثمانية. ومحمد فارسي صاحب 24 سنة لاعب نادي كولومبوس كرو هو الأقرب للتواجد في القائمة النهائية في ظل تواجد يوسف عطال دون فريق، ولم يقم بفترة التحضيرات التي تسبق بداية الموسم التي من الممكن كانت ستساعده ليكون أساسيا أو ليكون في قائمة بيتكوفيتش. وكذلك الشأن بالنسبة لكيفن جيتون الذي لا يوجد في أحسن الظروف مع نادي هماتس ويستعد لمغادرة النادي، لذلك ففارسي في أحسن رواق، كما أن لاعب موناكو والمنتخب الأولمبي نازيم باباي في انتظار فرصته، ويجب عليه أولا وقبل كل شيء ضمان مكانة أساسية مع نادي موناكو حتى يتسنى له أن يكون في أفضل رواق للمشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري. كما أن لبيتكوفيتش خيار آخر وهو لاعب نادي سانتيتيان من مروان نزوزي الذي دخل أساسيا في مباراة أمس أمام نادي موناكو التي انهزم فيها سانتيتيان بهدف دون رد من تسجيل مينامينو، ولعب مروان 81 دقيقة وتحصل على تنقيط حسن 6.8 في أول مشاركة له. واللاعب نزوزي من أم جزائرية وأب كونغولي يحمل الجنسية الفرنسية الجزائرية، تدرج في نادي سانتيتيان وينشط في منصب ظهير الأيمن، حيث أظهر إمكانيات كبيرة ما جعل الطاقم الفني للفريق يمضي له عقد احترافي، ومشاركته في أول مباراة للموسم الجديد أمام صاحب المرتبة الثانية الموسم الماضي نادي موناكو دليل على الثقة الكبيرة التي يحظى بها هذا الشاب. وللتذكير ينطلق معسكر المنتخب الوطني يوم 2 سبتمبر. أما في كأس ألمانيا فتمكن الشاب إبراهيم مازا صاحب 18 عام من توقيع هدف جميل في كأس ألمانيا أمام نادي هانزا روستوك، ومنح مازا التقدم لفريقه هيرتا برلين في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعدما كان الفريقان متعادلان بهدف في كل شبكة، وانتهت المباراة بفوز نادي هيرتا برلين بخماسية كاملة، وتحصل مازا على جائزة رجل المباراة، وهو شيء مهم ومهم جدا بالنسبة للاعب في سن 18 عاما. شاب آخر قدم الموسم الماضي موسما كبيرا في الليغ دو الفرنسية، وهو إيران قبال الذي تفوق في مباراة يوم السبت على مواطنه الحارس الدولي الجزائري أنطوني مانديريا، وتمكن إيران قبال في الدقيقة 86 من عمر المباراة من مضاعفة النتيجة لناديه اف سي باري من ركلة الجزاء والإطاحة بمانديريا وناديه كون بثنائية نظيفة. نعود للاعبي الخضر الذين من المنتظر أن يكونوا في القائمة النهائية لبيتكوفيتش، وفي مباراة جمعت بين نادي إيران وضيفه نادي ليون دخل ثنائي الخضر أمين كويري وكذلك سعيد بن رحمة أساسيين في مباراة أمطر فيها نادي إيران شباك ليون بثلاثية دون رد، وتمكن أمين كويري في الدقيقة 21 من عمر المباراة من ترك بصمته وافتتاح عداده التهديفي لهذا الموسم، وفي أول مباراة في بداية قوية ومطمئنة لبيتكوفيتش خاصة بعد الأنباء السيئة التي تلقاها بعد إصابة عمورة. نمر الآن إلى الدوري البلجيكي، أين قدم قدري مباراة كبيرة أمام أحد أقوى الأندية البلجيكية نادي ستاندارد ليج، واستطاع نادي كورتري من الفوز بنتيجة هدف مقابل شيء مستغلا التفوق العددي.
الهدف كان من إمضاء تيري أمبروز في الدقيقة 67 من عمر المباراة، وكانت إحصائية قدري ملفتة وجيدة، حيث بلغت نسبة نجاحه في التمرير 90% ونسبة المراوغات الناجحة كانت 3 من 6، التمريرات الطويلة الناجحة 3 من 4، أما عدد الثنائيات التي فاز بها فكانت 8 من أصل 13. يعني قدم قدري مستوى جيد. وعلى ذكر الدوري البلجيكي، نشر الصحفي الفرنكو جزائري نبيل جليت تغريدة عن لاعب بالوزداد بوراس، وقال جليت في تغريدته: أكرم بوراس صاحب 22 سنة، الأمل الكبير لكرة القدم الجزائرية، لديه عرض من كورتري، كما يحظى باهتمامات من أندية في بلجيكا وكذلك أندية في البرتغال. كان هذا ما لدينا في فيديو اليوم، نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، نلتقي في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.